اتأخرتوا كده ليه؟ على بال ما عرفنا نزوج من المينا، معاكي حد يشيل؟ المهم تدور على حد يشيلك انت. تعالنا على شعب الله. يرحمك الله. الله يرحمك. مفيش وجبة عائلية كده من المحل يا مستر أيمن؟ شرفونا في أي وقت حضرتك والمدام والأطفال، وإحنا حنخليك تكاكي. بس خلص لنا الكونتينر علشان الخلطة قربت تخلص عندنا. وانتوا ليه بتجيبوا الخلطة من بره؟ ما بتعملوهاش هنا ليه؟ أصل الخلطة دي سر عاملها الخواجة شمباشي، لو حد خد سرها مش هيبقى في فرق بين فراخنا وأي نوع تاني، هيبقى خراب بيوت. عشان كده الخواجة بيعملها ويبعتها لنا. شوف ازاي. طب اتفضل تمم على الشحنة قبل ما نكشف عليها. الكونتينر فاضي، الخلطة اتسرقت، الخلطة اتسرقت. روحنا بداهية، روحنا بداهية. حضرتك طالب 3 تشيز برجر اكسترا مايونيز ووجبة 4 قطع ناجتس، تمام؟ تمام. معاهم واحد هوت دوج، واحد سلطة كرومب مع مشروب، وواحد بطاطس كومبو. يعني يا عم انجز بقى، فضحتني. حدائق القبة كلها عرفت هنتعشى ايه. انا بس بطمن على الاوردر، وكمان عاوز اتمنى لحضرتك وجبة سعيدة. لا من ناحية السعادة ما تقلقش، في جوه كلب بحر هيموت من الفرحة لما يشوف السندوتشات. ممكن بقى. ممكن ايه؟ ممكن الاوردر زمانه جلد. هو ده برضو مش طابور محل شمباشي؟ ولا دي بنزينة واحنا واقفين غلط ولا ايه في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟ يا عم وانت متعصب عليا ليه؟ ما انا واقف قدامك اهو بقالي ساعة بس مفيش فرق طالعة. انا بيب برضو؟ حتى شمباشي مش عارف يتحصل على انبوبة ياكل بيها عيش؟ لا مش مشكلة انا بيب يا سيدي. بس عرفت خلاص، يبقى الكهرباء قطعة ومش عارفين يضربوا اي اوردر. لا برضو في كهرباء. ايه يا عم انت غلس كده ليه؟ الموضوع ان الخلطة متأخرة لسه ما وصلتش. ايه يا ابني عايز ايه؟ يا باشا مفيش فراخ، الناس دي على الحال ده من امبارح. تعال عندنا شويت الشيخ شان شلموني، احلى فراخ مشوية في الجيزة كلها باشا. البلد يوكل يا باشا، البلد يوكل. يلا من هنا، يلا يلا يا بيئة. انت جيزة ايه اللي هروح اكل فيها دي؟ انا اكل في الجيزة؟ امشي من هنا الشلشلمون يا دي. تصدقوا بقى ان شواية الجيزة برقبتكم يا عم برقبتكم. ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه؟ الدخان اللي طالع منك ده انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذين يا صغير. يا صلعت مالك بس، في ايه؟ عمري ضاع مني وانا بحاول اعلمك تبطل اكل في الشارع ومش قادر عليك يا عمو. اعمل فيك ايه؟ سنين بقولك بطل الزبالة اللي بتجيبها دي ومفيش ايها فايدة. يا صلعت جوعنا، طلبنا سندوتشات مفيهاش اي حاجة يعني. وبعدين انا لحد النهارده مش عارف انت حاطط نقرك من نقر اكل الشارع ليه. ولو اني ما كنتش ناوي احكي لك بس لازم اقول لك يمكن تصدقني. انا قبل ما اعرفك كنت شغال ديليفري مان، بس كنت مخبي عليك لاني كنت فاشل في الشغلانه. فشلت اسرع مما تتوقع لاني كنت امين وقلت اللي شفته وقلت اللي حصل. وإيه اللي حصل يا عم أمين؟ أنت عارف ليه بقوا يخلوا بتوع الدليفري يقفوا بره المحل؟ عشان أنا والعياذ بالله من كلمة أنا أول دليفري يشوف المطبخ من جوه ويفضح اللي شغالين فيه لمؤاخذة. عمري ما أنسى اليوم اللي ركزت فيه مع كل واحد شغال في المطبخ. الراجل اللي واقف على الجريل مستني حتة الهمبرجر تستوى
كان وشه عمال يعرق من الصهد بتاع الجريل. فجأة لقيته بيلم عرقه كله بصباعه وقوم يعمل تش جنب حتة الهمبرجر. ولا الراجل اللي بيقلي البطاطس جايب جيركن اسود معفن وراح مفضيه في الطاسة وراح جايب جردل مليان بطاطس متقطعة ودلقه في الزيت. نص الجردل طبعا اتدلق بره الطاسة على الأرض، بس الراجل للأمانة لموهم واحدة واحدة ورماهم تاني في الطاسة. يا دي القرف. والله الراجل اللي كان عمال يفتح العيش عشان يحط فيه المايونيز وفجأة وهو ماسك رغيف نسي انه رغيف مش منديل، وراح هوب عاطس وهو مغطي مناخيره بالساندوتش. اخسكتك القرف. عشان الناس تحرم تاكل في الشارع لمؤاخذة. واسمه ايه المطعم اللي كنت شغال فيه ده؟ هقول لك، بس وعدني على الاقل تخفف اكل الشارع، يعني ما تعملهاش غير في الشديد القوي. اوعدك، بس قول لي اسم المطعم ده عشان انبه الناس. هات ودنك، اسمه مطعم